السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني إخواتي، مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة، تضغط على زر الاشتراك في الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تحطوا دائما بالجديد ديال الموديلات. ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب، كتشجع لنا باش إن شاء الله دائما نشارك معكم الجديد ديال الموديلات. واليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الموديلات اللي باقيين عندنا ديال جلالب دو بياس. نشارك معكم موديلات ديال جلالب دو بياس بالتوب ديال التليجام تروزيم بطرز رباطي، يعني موديلات للبيع. الى عجبتك شي حاجه غادي تشوف العبار ديالها وغتواصل معنا في الواتساب غتسكرينيها. عندنا هذه اول موديل ديال هاد الجلابه بالتوب ديال التليجه بالالوان، وكاين حتى التليجه بالسامبل غندوزوها ان شاء الله. تقريبا عندنا مجموعه من الموديلات ديال هاد التوب ديال التليجه جلابه دو بياس. بالنسبه لهاد الجلابه دو بياس، هادي راه كتلبس، الا بغيتي تلبسها غير جلابه بوحدها، هادي راه كتلبس توب تحتاني، راه توب كريب دوس وحرير، كاليتي مزيانه ديال التوب. والفوقاني راه التوب ديال التليجه، كاليتي مزيانه ديال التوب ديال التليجه. الا بغيتي تلبسي غير هاد الكيمونو تو بوحدو، الفوقاني راه كيتلبس مع السروال، مثلا سراول تاع الجين او سراول روميين. بحال مثلا عندك ثلاث لبسات في لبسه واحده، يمكن تلبسيهم بجوج، يمكن تلبسي جلابه بوحدها، يمكن تلبسي الكيمونو بوحدها. بالنسبه للثمن ديال هاد الجلابه، هادي كدير 1500 درهم. مطروزه بالطرز الرباطي، داخل معها التعصاب، التعصاب هو هذا، يعني هاد التعصاب مخدوم بالليد وفيها الطرز الرباطي منبته بالعقيق، وكاين عند الطرزات حتى في الكمام، الكمام ديالهم هادو حتى هما مطروزين ومنبتين بالعقيق. ودخلنا لها الشبيكات، هادو مخدومين باليد، يعني هاد الشبكات هادو مخدومين باليد. فينيسيو كما كتشوفوا، الفينيسيو عندنا راه دايزه مخدومه بالدرس. هاد الكيمونو الفوق راه دايره كلها بالدرس، هاد الدريس هذا، وداير حتى في القب وحتى في الكمام. الثمن ديالها 1500 درهم. بالنسبه للعبار ديال هاد الجلابه، هادي عندنا في الكتاف 42، عندنا في الطول ديالكم 60، عندنا في الصدر 32، وعندنا في ليهونش الحوض 34، وعندنا في الطول الكلي مترو و 38. عاود العبار ديالها، الكتاف عندنا 42، عندنا في الكم 60، عندنا في الصدر 32، عندنا في الحوض ليهونش 34، وعندنا في الطول مترو و 38. الثمن ديالها كدير 1500 درهم لارسال داخل وخارج المغرب، يعني فيما كنتي كتوصلك حتى للدار. تقريبا 150 اورو او 150 دولار، 150 فرانك. غندوزو الموديل الاخر. عندنا هذا الموديل هذا حتى هو، هذا توب بالتوب ديال التليجه، تليجه سامبل كما كتشوف. الموديل ديالها حتى هو راقد ورائع، حتى هو نفس الخدمه، مخدوم بالتعصاب، مخدوم بالتعصاب، مخدوم كذلك بالطرز الرباطي منبت بالعقيق. الكمام حتى هما مطروزين، فيهم طرزات في الكمام. حتى هي نفس الموديل. غادي بغيت تلبسي جلابه بوحدها، يعني راك تلبس جلابه بوحدها، بغيت تلبسي الكيمونو بوحدو راك تلبسين بوحدو، بغيت تلبسين بجوج يعني راك تلبسين بجوج، يعني عندك ثلاثه لبسات في لبسه واحده. هذه حتى هي نفس الثمن، هذه كدير 1500 درهم، يعني تقريبا 150 اورو او 150 دولار، 150 فرانك. الارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. بالنسبه لداخل المغرب، راه كرسلوها مع الشركه ديال لوكس، يعني حاليا دابا راه حابسه لوكس، كرسلوها في امانه. وبالنسبه لخارج المغرب، راه كرسلوها مع الشركه ديال فيدي اكس، كيجيبوها حتى للدار، يعني شركه ديال الطيران معروفه، كيجيبوها حتى للدار، يعني فين ما كنتي في جميع انحاء العالم. بالنسبه للعبار ديال هاد الجلابه، هادي عندنا في الكتاف، الكتاف عندنا 42، عندنا في طولكم 61، عندنا في الصدر 32، عندنا في ليهونش الحوض 33، وعندنا في الطول مترو و 35. الطول عندها مترو 35. نعاود العبار ديالها، الكتاف 42، الكم 61، الصدر 32، الحوض 33، الطول مترو و 35. الثمن ديالها 1500 درهم، 150 فرانك، 150 دولار او 150 اورو. كما كتشوفوا الموديل ديالها راقي ورائع، يعني جلابه يعني حضاريه لجميع المناسبات، يعني كتلبس جلابه يعني
كما كنقولوا يعني هذا الموديل يعني حنا اللي دايرينه، يعني تقريبا هو اللي كاين عندنا غير حنا حاليا. يعني ما عمري ما شفت شي موديل في هذا الشكل هذا، فيه التعصاب وفيه الطرز الرباطي وبهذا الشكل هذا. توب راه ديال التليجات كاليتي مزيانه، توب تحتاني كريب دو سوا كريب حرير. غادي ندوزو موديل واحد اخر عندنا، هذا الموديل هذا حتى هو هذا بالتوب حتى هو ديال التليجه، مختلف غير في الطرزه. يعني هذا عنده طرزه مختلفه على الموديلات الاخرين، وحتى الثمن ديالو راه مختلف على الموديلات الاخرين. هذا كيدير 1400 درهم، يعني تقريبا 140 اورو او 140 دولار، يعني 140 الف فرانك. كما كتشوفوا مخدوم حتى هو بالطرز الرباطي، عنده الطرزات حتى في الكمام، وخادمينو بهاد الشبيكات هادو بالليد، كتخدمو بالليد هاد الشبيكات هادو. التوب ديالو راه جلابه كريب دو سوا حرير، كاليتي مزيانه ديال التوب، وحتى التليجه كاليتي مزيانه ديال التليجه. كما كتشوفوا الفينيسيو ديالها راه مخدومه، خدمه نقيه. بالنسبه للعمار ديال هاد الجلابه هادي، هادي عندنا في الكتاف 45، عندنا في الطول ديالكم 58، وعندنا في الصدر 31، عندنا في الحوض اللي هونش 32، وعندنا في الطول مترو و 32. الثمن ديالها كدير 1400 درهم. نعاود العبار ديالها، الكتاف عندنا 45، عندنا في الكم 58، عندنا في الصدر 31، وعندنا في اللي هونش الحوض 32، والطول مترو و 32. الارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فيما كنتي توصلك حتى للدار. المحل عندنا راه كاين في سيدي بنور في دكاله. يعني الا عجبك شي موديل من هادو وكان العبار كيجيك على القياس ديالك، راه غتسكرينيا وصيفط انا في الواتساب، وغادي نتفاهموا ديك الساعه على المسائل كامله. الثمن على حساب الارسال، يعني واش داخل المغرب ولا خارج المغرب. غادي ندوزو دابا الموديل واحد اخر. عندنا هاد الموديل هذا حتى هو نفس الموديل، يعني فيه التعصاب والطرز الرباطي منبت بالعقيق. التوب تحتاني راه دائما كنديرو جلابه التوب ديال الكريب، كريب دوس واحد كاليتي مزيانه ديال التوب، والفوقاني راه التوب ديال التليجه. كما كتشوف الخدمه ديالها راقيه ورائعه، الطرز الرباطي مخدومه دائما بالشبيكات، كنديرو لها الشبيكات، والطرزه راه كاينه حتى في الكمام، حتى هي منبته بالعقيق. الثمن ديال هادي، هادي تاهي كتبقى ب 1500 درهم، يعني تقريبا 150 الف فرانك او 150 دولار. الارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. بالنسبه للعبار ديال هاد الجلابه هادي، عندنا في الكتاف 40، عندنا في الطول ديالكم 60، عندنا في الصدر 31، وعندنا في الحوض 34، والطول مترو و 38. الارسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. نعاود العبار ديالها، الكتاف عندنا 40، طولكم عندنا 60، عندنا في الصدر 31، والحوض لي هونش عندنا 34، والطول مترو و 38. الثمن ديالها كدير 1500 درهم. راه دائما عندك ثلاث لبسات في لبسه وحده، يمكن تلبسي جلابه بوحده، يمكن تلبسي الكيمونو بوحده، يمكن تلبسيهم بجوج، يعني ثلاثه في لبسه وحده. الارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار. عندنا هذا الموديل هذا حتى هو مخدوم حتى هو نفس الخدمه، بالطرز الرباطي منبت بالعقيق، فيها التعصاب حتى هي. التحتاني راه التوب ديال الكريب، كريب دو سوا حرير، كاليتي مزيانه ديال التوب، والفوقاني راه التوب ديال التليجه. كما كتشوفوا الطرزات عندها حتى في الكمام ومنبته بالعقيق. بالنسبه للثمن ديال هذه، هذه كتبقى ب 1500 درهم، يعني 150 فرانك او 150 دولار ولا 150 اورو. الارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فيما كنتي كتوصلك حتى للدار. بالنسبه للعبار ديال هاد الجلابه هادي، هادي عندنا في الكتاف 40، عندنا في الطول ديالكم 59، عندنا في الصدر 30، في الحوض 32، وفي الطول مترو و 36. عاود العبار ديالها، الكتاف عندنا 40، الكم 59، الصدر 30، الحوض 32، والطول مترو و 36. الثمن ديالها 1500 درهم. الارسال داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي توصلك حتى للدار. هادو هما الموديلات اللي بقاو عندنا دابا ديال التليجه، يعني دوزناهم كاملين.
يعني مازال عندنا موديلات وحدين اخرين ديال التوب ديال الكريب، يعني غادي ندوزهم ان شاء الله في هذا الاسبوع هذا. الى عجبكم شي موديل من هاد الموديلات هادو غتسكرينيهم وغتصيفطينا في الواتساب وغادي نتفاهموا ان شاء الله على المسائل كامله. بالنسبه للارسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فيما كنتي كتوصلك حتى للدار. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب، زر لايك.